في الموروث الشعبي الحساني تتداخل العادات والتقاليد في ثقافة البيضان بالمغرب وموريتانيا، تداخل رسم علاقات وطيدة بين المجتمعين وشذر علاقتهم الضاربة في القدم. في الثقافة الحسانية تحظى النساء بمكانة خاصة، حيث تنعم المرأة الموريتانية في كل من المغرب وموريتانيا باحترام خاص تحفظه العادات والتقاليد وتجذره قيم المجتمع ومبادئ البيضان. وللمرأة في هذه المجتمعات حضور قوي في الثقافة، حيث تنافس الرجل في الأدب ولها غرض شعري خاص يسمى التبرع. هذا التبرع له ميزة، مثلا لا يمكن في أكثر الأحيان أن تعرف من هي التي قالت هذه التبرع، وهذا كذلك يعود إلى الحياة، أنه ليس من الضروري أن تعرف من هي، ولكن يكون الشعر موجود إلا في الآونة الأخيرة أصبح يجمع ويقال هذا فلان وهذه فلان، وما زال موجود ونافست به الرجل بشكل كبير. تبوح المرأة بالطريقة الشعرية بطريقة التبرع، تتصور شخص وتكون تحدث، ويمكن أن تكون لا تتحدث عن الشخص، يمكن أن تتحدث عن وضعية معينة. مثلا لأني أنا أذكر تبريعة للشاعرة الكبيرة باتمة البراء، تقول فيها مثلا: يا بالي لا تنسى عن ذي منو يقلص خمسة. رغم الطبيعة البدوية التي يتميز بها المجتمع الحساني في المغرب وموريتانيا عن المجتمعات العربية الأخرى، حافظ البيضان على ثقافتهم الأصيلة وتمسكوا بتقاليدهم التي ظلت بمنا عن الثقافات العربية والإفريقية رغم تداخل الشعوب. هذه البصمة التي تتركها الثقافة البيضانية هي بصمة عصية على لمحة، ولذلك هم يعتبرون هذه هوية بالنسبة لهم، ويعتبرونها أيضا علامة وجود. لذلك هم في حلهم وترحالهم حملوا معهم ثقافتهم. لو كانوا مثلا أهل مدينة وهاجروا من مدينتهم، يمكن أن نقول لأن المدينة مرتبطة بالعمران أنهم يتركون ثقافتهم في المدينة، ولكن نظرا لحلهم وترحالهم ولطبيعتهم حملوا معهم ثقافتهم. الأدب الشعبي من أبرز مكونات الثقافة الحسانية، يتوارثه المجتمع الحساني في المغرب وموريتانيا جيلا بعد جيل. بالرغم من عدم توفر مخطوطات قديمة عنه، يتكون الشعر الحساني من مجموعة بحور من أبرزها مريميدة وبعمران والصغير، بالإضافة للبتيت التام والبتيت الناقص، ويسمى شطر البيت في الحسانية التافلويت، ويطلق اسم الطلعة على القصيدة الشعبية. تتفق في هذه المسميات والقواعد المجموعات الحسانية التي توجد في المغرب وموريتانيا ومالي والنيجر وتشاد.